الدورة الثالثة لكأس بوبات. فرحان اليوم بالتواجد ديالي في منطقة إنشادن، تنشكرهم على الدعوة بزاف، تنتمنى لهم التوفيق في هذا الدوري اللي نظموه بمناسبة الشهر الكريم. الله يدخل عليهم بالصحة والسلامة وعلى جميع سكان مدينة أكادير وصفة عامة. رمضان مبارك سعيد إن شاء الله. تنشكرهم بزاف لأن كان عندي دعوة منهم السنة الماضية وتغيبت، نعتذر لهم على الغياب لأن كان ظروف خاصة. تنشكرهم على التنظيم الكبير لأن ماشي سهل أنك تنظم دوري بهذا المستوى في هذه المنطقة. هادشي تيبين بأن المناطق اللي تتسمع الهامش في اكادير بالعكس فيها ناس وفيها طاقات اللي بامكانها تنظم الدوريات بهذا المستوى. نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، واكيد غتكون عندي زياره اخرى من منطقه انشاد ان شاء الله في القريب العاجل. بسم الله الرحمن الرحيم. حسن ايد الحسن، رئيس جمعيه نادي امل انشاد للرياضه. هاد السنه كنستضيفوا الدوره الثالثه من كاس بواكر انشان. هاد السنه كتعرف مشاركه الفرق من خارج جامعه انشان، من اي تعميره، من سي دي بي بي، من هناك مستوى رفيع ان شاء الله. كنتظروا تكون مستوى رفيع، وكنتظروا الدوره تدوز في واحد الجو رياضي بهيج ان شاء الله، وتكون الروح الرياضيه بين اللاعبين ان شاء الله، ويقدموا طبق كروي جميل إن شاء الله.